تفضل. السؤال هو ايه؟ المقالب تبعوتك تمثيل ولا حقيقة؟ المقالب تبعوتك تمثيل ولا حقيقة؟ لازم جاوب، ممنوع. حبايب، قبل ما بلش الفيديو بدي احط لكم فيديو لبنت اسمها امينة، شوفوه رح لكم شغله بعدين. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. انا اسمي امينة وزوجي اسمه ابراهيم. عندنا قناه على اليوتيوب عم ننزل فيه تحديات، يومياتنا، شغلات حلوه رح تحبوها ان شاء الله. بتمنى منكم كلكم انه تروحوا تشتركوا بقناتنا، رح تلاقوا رابط قناتنا تحت بصندوق الوصف. بتمنى منكم كلكم انه تشتركوا بقناتنا وتدعمونا لنوصل لاكبر عدد. وتحياتنا لمتابعين جواني ولجواني. مثل ما شفتوا من امينه حبايبي عم تطلب الدعم من متابعيني، وانا وعدتها هي وجوز ابراهيم انه ما اقصر معهم. من بعد اذن الكل، من بعد اذنكم الكل يدخل على قناتها تحت بالوصف، يفجر ام الاشتراك. كل شيء بحب جواني يدعمون يوقف معهم وحطوا لايكات. لو ما لهم مبدعين ما بوقف معهم انا، وانتم بتعرفوا الكل. حبايبي رابط قناتنا اول رابط بالوصف تحت، الكل يروح يشترك عندهم. وبعرف انه قاطعتكم بالبدايه، بس كملوا الفيديو، كمان الفيديو فيه كثير مفاجآت. ورح تعرفوا متى رح ارجع على المانيا، ورح تعرفوا شو صاير معي. تمام حبايبي، بحبكم كلياتكم. كملوا الفيديو، اعطوني لايكات، ويلا تعالوا نكمل. سلام، معكم جواني وعباده. اصدقاء، اهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم معي عباده. بتعرفوا مين عباده؟ عباده احلى متابع عندي. عباده جاي من هولندا لهون على تركيا. مشان نسالوا اسئله. اسئله خطيره؟ اكيد. لا والله يستر، الله يستر. شو حبايبي، عباده انا افتخر فيه بكل متابعيني. تمام، وافتخر على عذابه اللي جاب ابوه معه ونزل من هولندا لهون ليشوفني. حبك عباده. يلا بس اسمع، اسمع، عشان نعمل شيء غريب على اليوتيوبر. تسالني اربع اسئله، بسالك سؤالين. انا عندي كمان اسئله من عندي، يعني افتح اسئله المتابعين اشوف. لا تطلع عباده، شو سؤالك الاول؟ السؤال الاول من ايه؟ سوبي سوبي شو هذا حبيبي؟ اسمك ولا عداد مي؟ ايه شو هاي؟ السؤال بيقول شو هدفك باليوتيوب وليش دخلت على المجال؟ شو هدفي من اليوتيوب وليش دخلت على المجال؟ مصاري وعملي مثل الرز. مو حبايبي، اول شغله انا دخلت على اليوتيوب لانه انا من وقت لما كنت صغير هدفي اني اكون ممثل، هدفي انه يكون عندي هيك قاعده جماهيريه، اكون مشهور واوصل. وبحب التمثيل، وانا كان اخي الله يرحمه يقول لي انت بدي اياك تكون ممثل. وبلدي صار فيها مشاكل وما حسيت اكمل ببلدي ادرس واصير ممثل. دخلت على مجال اليوتيوب اقدم شيء ترفيهي لاوصل لعدد معين. تمام، وبعدها اعمل مسلسل، اعمل شيء هيك شيء يعني شيء حلو يعني يبيض الوجه ان شاء الله. ما زبط شمال؟ لا زبط. شو ما زبط؟ المهم حبايبي الحمد لله انا وصلت اليوم حاليا 3 مليون متابع. بتشكركم، بفتخر فيكم. تمام، الله يبارك بعمرك. وعملت كمان عم بعمل مسلسلات لحالي، ما في اي شركه داعمه. عملت مسلسل الخيانه الحلقه الاولى، وعم كل سبت رح تنزل حلقه جديده. ومكمل الحمد لله. مقتنعات؟ مقتنعات يا مصاري يا بنات. هذا المتابع بده يسوي لي بلا اخر شيء. هذا المتابع بده ابتلي فيه، يعني اذا كل المتابعين هيك بده ابتلي فيهم كله. ليش مقتنعات؟ ليش؟ ما في شيء منطقي. ايه يعني شو برايك انت دخلت، انك دخلت كرمال اطباء بنات مثلا؟ ممكن شهره، مصاري، بنات. الله الحبيبي. جواني انت راجع المانيا، ولا تقول قريبا انه ملينا من هالكلمه. عن جد والله العظيم بعرف كل كله عم يكتب لي مليت من الكلمه. الاسئله كلها يا جماعه كانت وين وينك جواني؟ ليش ما رجعت على المانيا؟ ليش مالك مع بيسان؟ ليش ما بتصور مع بيسان؟ زعلان انت وياها؟ هلا عم بصير. المهم حبايبي، سبب زيارتي لتركيا وليش تاخرت وما رجعت على المانيا هو السبب الوحيد. هو حبايبي انا فتحت الشركه هون للمتابعين اللي بحبوني اللي بثقوا فيني. تمام، الشركه هي رح تكون اختصاص اقامات جنسيات. بعد اسبوع راجع على المانيا، خلاص جاي على المانيا وبعدين جاي على هولندا. بيسان صار له سنتين عم الايام الجاي، بعد اسبوع جاي بيسان، تكرم عينك. السؤال اللي بعده استاذ عباده. السؤال اللي بعده. ايه. عباده بارك لي. عباده طلعت حبايبي، عباده بحسه بنط. لا اله الا الله. انا راح اسالك طيب. تمام، سؤالين بعدين بنجاوب. موافق. يلا هلا جا دوري يا عباده. سؤالين قال لي. سؤال اول عباده، كم مره ارتبطت بحياتك؟ او انت مرتبط خلق ولا لا؟ كنت.
هلا كنت وشهر واحد يعني هيك علاقة بسيطة طبعا. علاقة بسيطة يعني وعلى أخوية جدا. Why are you crying؟ أنا عمري 23 سنة متخيل في المطعم، أنا عمري 23 سنة ممرض. روح انتحر أحسن شيء. وبالله عبادة ليش تركته أنت وحبيبة القلب؟ ما دخلك. لا اوكي اسباب خاصه حبايبي، لا حيتدخل لا حيتدخل الزلمه، عنده اسباب خاصه. طيب عباده، السؤال الثاني اللي هو شو هدفك بالحياه او شو امنيتك بالحياه؟ اكيد هدفي الاول مهما جاء اني ارضي امي وابي، الله يخليهم يا رب. برافو برافو، تحياتي لابوه وامه على راسي والله. وعندي اكيد هدف ثاني اني يكون عندي متابعين واكون مشهور مثلك، تعرف يعني حلو شهره ولاوه شهرة وحركات ولا. طيب اللي بحقق لك الهدف الثاني تمام وبخليك تكون شخص مشهور، كيف انت بتوقع انه يكون مستحيل هذا الشيء؟ اكيد انه ما في غير الله، وانا من انه ما عمل هذا الشيء يعني صعب كثير هذا. طيب عبادة رح اعطيك هدية صغيرة عبادة تمام، فيها هذا الحلم اللي انت او هذا الامنية اللي انت حاب تكون عندك، شو رايك عبادة فيها؟ شلون؟ عبادة ليك؟ لا عبادة متحمس طلع علي. شو لا ما في شيء منطقي يعني كيف؟ كيف؟ اوكي. أنا عبادة رح أهديك، عندي قناة أنا عارفها احتياطية لما كان صار علي إبلاغات، وأنت مثل أخي الصغير وأنا تعرفت على أهلك وعرفت إنه عن جد ما في أطيب من قلبكم. مشان هيك عبادة قدام متابعيني كلياتهم رح أعطيك القناة الثانية تبعيتي تمام؟ اللي فيها 130 ألف متابع، تكمل مشوارك من هون لحالك كشهرة والله العظيم. وهلا قدام المتابعين كلياتهم بدخلوا على الوصف وبشوفوا القناة. شو عم تعمل ملف فيني من أول يوم شفتك؟ لا لا مو مقلب، لا لا مو مقلب، لا لا مو مقلب والله. حتى محمود مستغرب من ورا الكاميرا، والله مو مقلب والله، عن جد بحكي معك. أنا فيه 130 ألف لا له لا له مستحق. شلون؟ ليش؟ شو السر؟ شو السر؟ محمود لأنه هو لما سألته شو أمنيتك؟ قال الأمنية الأولى أو الهدف الأول بحياته يرضي أمه وأبوه. تخيل الولد، معناتها هذا الولد بتحمل مسؤولية يكون عنده متابعين، بتحمل مسؤولية يكمل بالسوشيال ميديا. لا ما عم بمزح، عم بحكي معك عن جد. أنت أخي الصغير، لا ما عم بمزح، أنت أخي الصغير قدام الناس كلياتها بدي إياك تكمل طريق الشهرة وتحرق ام اليوتيوب تمام. أه مصدق للناس اللي مو مصدقه حتى مثل محمود او مثل حبيته، ما مصدق ابدا. ادخل على رابط الوصف تمام، على القناه الثانيه وتشوفها باسمه، بما ينزل هذا الفيديو بحط له اسمه وصورته، راح انشر معك كمان فيديو على اول قناه او بس شافوا الفيديو هذا بيعرفوا كل شيء تمام. شكرا حبيبي. تخيل قلبك. انا في سؤال كان بيقول شو هو، مين اكثر حدا اشتقت له هالفتره؟ مين أكثر حدا اشتقت له هالفترة؟ هلا أنا عند أهلي والله اشتقت لأم البيس صراحة. الصراحة أنا اشتقت لأم البيس لأنه والله العظيم ما في أطيب من قلبها، وتعودنا على جروب سيستم واحد إنه هيك هيك كل يوم شد لها شعرها، عفوا فكرتك بيسان، شد لها شعرها تضربني أضربها هيك أحلى من البيس تحرخي ربك. يلا ضل أسبوع واحد وبجيك إن شاء الله بخير وسلامة. تحياتي لك بيسان إسماعيل الفنانة العظيمة. اوكي هات لشوف تفضل. السؤال هو ايه، المقالب تبعوتك تمثيل ولا حقيقه؟ والله تبعوتك تمثيل ولا حقيقه؟ لازم جاوب ممنوع. لا حبايبي اغلبيه المقالب هي حقيقيه تمام. قلت لكم بالمقابله قدام الناس انه انا ايام بحس على المقلب تمام، بس بكمل المقلب. ليش؟ بحس مقلب عادي يعني مثل عباده الله عملت فيه مقلب نشرات قناتي. لا امزح معك والله العظيم مو مقلب، والله العظيم مو مقلب. بيس يا مان بيس. ليش ما نزلت فيديو عن البنت اللي اعطتك الايفون؟ سؤال حلو وسهل كثير تمام. لانه حبايبي البنت هي ما رضت تطلع على الكاميرا مع انها مصوره تمام. اذا حابين اني اغبش عليها او انا درت الكاميرا على حالي تمام، انه بس يبين صوتها بنزل فيديو ما عندي مشكله، بس هي ما راضيه تطلع على الكاميرا. اذا هي موافقه بس انا بس صوت موافقه هي، بس هي مو راضيه تطلع على الكاميرا مع انه انا صورت الفيديو كملته والله العظيم، بس
الشغلات يعني كيف بالكم في بنات ما بتحب كيكر مال عيلتها كيكر مال اهلها طبيعي الواحد ممكن ما يحب يدفع الكاميرا. من شان هيك حبايبي انا من شان هيك يعني ما نزلت الفيديو كلياته، قلت اذا غبش على وجهك تقول لي ليش مغبش ومين هي لا قلت خلاص هيو بلا الفيديو كلياته، اذا حابين انزله هو عندي باللابتوب بنزل لكم اياه عادي. بابي الاسئله كثير كثار فخلص حسكر فيديو انه خايف على الوقت تروح قناتي مع الاسئله هدول اي حدا يحكي شيء. فخلص سكرنا الفيديو لايك حبيبي بس سالتني شيء وقف شوي هدي حبيبي حدي قناتي طيب اعطيني اياها هو كيف هو غير رايي بعد شوي والله اعطيتك القناه اشتركوا بالقناه هاي قناتي بتوقع المفروض ينزل فيديو ما قناتي خلص خلصنا الفيديو لايك سبسكرايب اوكي حبايبي خلاص هدي خلاص خذ القناه خذها روح المهم حبايبي لهم قصه نهايه الفيديو حطوا لي لايكات على الفيديو بحبكم كلياتكم استنوا يوم السبت الحلقه الثانيه من مسلسل الخيانه ادعموها باللايكات اللي ما شاف الحلقه الاولى تحت الوصف حبايبي ولا بسألني عن الشركة بعيدة اللي فتحتها تحت هون باسطنبول تمام يتابع الفيديو اللي حطله اياه بعد نهاية الفيديو هذا يتابع الفيديو كامل ويتصل على الارقام الموجودة بحبكم كلياتكم بشوفكم بفيديو جديد كان معكم جواني عبادة واللي مو مصدق بقناة عبادة انه انا اعطيته اياها يدخل على الوصف ويتأكد هو وعبادة تمام ماشي يلا باي.